طبعا الزامل متميز في الإنارة الخارجية أو الأوت دور لايتنج. الأوت دور لايتنج يا شباب مهم جدا، الكشافات دي راكبة في بعض المواقع الفعلية، دي ريال بيكتشر مصورينها، متميز جدا في الإنارة الخارجية أو الأوت دور لايتنج. طبعا بيشتغل في إنارة الحدائق بالطاقة الشمسية، والإنارة الخارجية بتركب على السور. طبعا هنا احنا هنبدأ نشتغل على إنارة الحدائق بالطاقة الشمسية، وده مهم جدا بالنسبة لنا احنا في شركات الطاقة الشمسية. أنا عندي البولر ده أو العمود ده، تمام، السولار جاردن لايت، تمام، بيوفر لي توفير للطاقة بنسبة 100%، لأن هو مش بيبقى واصل مع مصدر تغذية من شركة الكهرباء، بيبقى إنارة 360 درجة بتديني ضوء في كل الاتجاهات. بطارية تعمل لمدة 3 أيام، خلي بالك البطارية، يعني أنت هتشحن الكشاف هيقعد شغال مشحون معاك لو في غيوم تاني يوم او تالت يوم، بتقعد 3 ايام. طبعا الديزاين بتاعها شيك جدا، في كذا تصميم موجود عندهم، غير قابل للكسر، يعني الكشاف ده وقع على الارض حصل اي حاجه مش متثبت، غير قابل للكسر. درجه حمايه الاي بي بتاعها عالي، لان هو بيبقى موجود في جاردن في الحديقه، بره في عليه مطر، تمام، في عليه غبار، فبيبقى الاي بي بتاعه 65، مقاوم للغبار والماء والرطوبه، بيدي لك ضمان 3 سنين. في حساس لليل والنهار، يعني في سنسور، اول ما بيجي الليل هو اوتوماتيك، تمام، بيشتغل، اول ما بيجي النهار اوتوماتيك بيفصل، تمام، بيبقى في منه الوان مختلفة، تحكم عن بعد بدرجة اللون والالوان المختلفة باستخدام الريموت، طرق تركيب متعددة، ممكن اركب الكشاف ده زي ما قلنا، ممكن اركبه جداري او ممكن اركبه عمودي، في منه 60 سنتي وفي منه 90 سنتي العمود ده. طبعا بستخدمه في الاسوار، تمام، وفي الحدائق وفي الممرات الخارجية في المظلات الجلسات، ده كله بيبقى موجود عندي السولار جاردن لايت. الدايمنشنز بتاعته بيبقى عبارة عن 260 ملي الدايمنشن، ده القطر بتاع اللمبة او الكشاف. السي سي تي 3000 و6500، خلي بالك ده اصفر والابيض، والار جي بي ده بيدخل في ال3 الوان اللي هم بتاع الار جي بي. في موديلين عنده، في 3000 6500 وار جي بي، وفي 3000 و4000 و6500، ده بيدي لك 3 الوان، اللون الابيض واللون الاصفر والكريم اللي هو الوسط بين الابيض والاصفر. اما ده بيدي لك كل الالوان اللي انت محتاجها، اللي هم الريد والجرين والبلو، بالاضافه للالوان الابيض والاصفر. عباره عن سولار بانل، بتبقى عباره عن البانل دي لوح طاقه شمسيه 5 فولت يا شباب، والوات بتاعها 6.2 واط. خلي بالك الاي بي طبعا لازم يكون عالي، اي بي 65 عشان يبقى مقاوم للرطوبه والميه. في عندك السي ار اي بتبقى 80، البيم انجل بينور في كل الاتجاهات 360 لومن، بيطلع 360 لومن. اللايف سبان 3 سنين، 3 سنين، تمام، الضمان بتاعك والعمر الافتراضي، تمام. الباور بتاعها بيبقى 2.5 واط للكشاف، ده الكود بتاعه لما بتبدا تطلب من شركه الزامل، تمام، اي ال جي ال 260 ار، تمام. طبعا ده وايت وار جي بي، خلي بالك الميزه بتاعت الكشاف ده 3 كالر، اللي هم الابيض والاصفر والكريمي.